نرجع لكم مشاهدينا ضمن برنامج صباح اليوم لنكفي المشوار الصباحي اللي بيستمر لغاية الساعة 10:30. دايما لما يكون عنا لقاء مع حدا مهم أو أول مرة رح نتلاقى بشخصية أو يمكن انترفيو شغل حتى بالقعدة الأولى دايما بيكون في عنا أول شيء دقة القلب بتكون كتير سريعة، بنكون كتير خايفين حتى لو نحنا نحكي قد قاضي معزول برا، بس نوصل ونقعد على هيدي الكرسي اللي عم نعمل فيها انترفيو أو حيلا قعدة أو حيلا رد بده ذكاء أو طريقة فن كلام معين، نحنا أوقات منحس حالنا مكبلين وما منعرف من وين بدنا نبلش وما منعرف كيف بدنا نختم. كيف معقول يكون هالحوار شيق؟ كيف معقول نقدر نختار كلماتنا؟ كل التفاصيل مع فرح الحر المستشارة الإرشادية والمدربة بتطوير الذات. صباح الخير. صباح الخير مريم. أهلا وسهلا. الحمد لله. أنت كيفك؟ منيحة وأنا بالأكثر. صباح فرح. اليوم في تقنيات للرد الذكي؟ هلا أكيد، هو الواحد بده يكون شاغل على حاله، بده يكون شاغل على ثباته النفسي وعلى ثقته بحاله وعلى استحقاقه. بس يكون عنده الثقة بالذات مرتفعة واستحقاقه مرتفع، هون بيقدر يرد بكل أريحية لأنه بيكون عارف حاله. لأنه هو إجمالاً نحن بس نتعرض لنقد أو نحس حالنا أوقات مريات ببعض المواد يعني الوضعيات ما قدرنا نرد، بنكون الرد براسنا لأنه نحن بس يخلص الموقف بنقول ليه ما قلت هيك. هو موجود فينا بس كنا موترين. صح. كنا خايفين أنه الطرف الآخر يزعل أو كنا خايفين نعطي انطباع سيء عن حالنا للآخرين للمحيطين فينا. فهون لا، أنا كتير مهم كون عارفة نفسي أنه أنا ما بستاهل إن حكى هيك أو أنا شو بستاهل، وكون دايما مدربة أني دايما حافظ على هدوئي وصفاء الذهني لأقدر جاوب. شو بدها شغل هيدي؟ مع التدريب كله بيمشي. ما هيدا اللي عم قوله، شو بدها شغل؟ صح، أكيد. طيب اليوم فرح قلتي نقطة كتير مهمة، أنه اليوم أنا بدي يكون عندي ثقة بحالي وين ما كنت موجودة لأعرف أختار هالكلمات وهالطريقة الذكية اللي بدي أحكي فيها. يعني هو التدريب بده يبلش من الشخص نفسه قبل ما نبلش ندربه على كيف بده يحكي أو شو بده يحكي. 100%. نحن إجمالا ما مندربه شو بده يحكي، نحن مندربه يعرف قيمة حاله، يكون عنده ثقة بذاته. يعني ما فيك تحفظيه. هلأ في قصص نطلب منهم أنه وقف حد المراية 5 دقائق كل يوم، هيدا نوع من أنواع التدريب. وقف حد المراية وجرب تحكي كأنه في حدا بوجهك عم بيقلك شيء، ليصيروا ما يخافوا، ليكسروا هيدا الخوف اللي عندهم إياه أو هيدا الرهبة اللي عندهم إياها. هيدا أحد التدريبات. في كمان تدريبات التنفس، وفي الكوميونيكيشن سكيلز اللي هو كمان كور كتير كبير، بيساعدنا، بيعلمنا كتير البادي لانجويج، بيعلمنا النظرة بالعيون، بيعلمنا إذا انزعجنا من حدا كيف نتطلع فيه بأي طريقة. لأنه في أوقات نظرة مع ضحكة بتخلي الشخص يعني أكتر من أنك تجاوبي أصعب. يعني أوقات السكوت بيكون أصعب بكتير من الرد، بس ما يبين ضعف. يعني منخليهم يعرفوا قديش في فرق بين انك تكوني عم تطلعي بالشخص نظرة ترهبيه تخليه يخاف لانه ضايقك، وبين انك تكوني عم تطلعي فيه نظرة كأنك انت بدك الاستعطاف او دور الضحية. نحن لا طبعا ما بدنا نكون دور الضحية. نحن دايما بدنا نكون عنا ثقة بحالنا ويكون عنا نعرف نرد رد ذكي وسريع. في شغلة إنه بالنسبة للقاءات لأول مرة، هيدي هي الأحاديث الافتتاحية. يعني نحن دايما أول ما نكون عم نشوف أشخاص يا أول انطباع منحبهم ومنحب نستمر بعلاقتنا معهم ومتكون عم نفتح أحاديث معهم، أو بتلاقي لا هدول الأشخاص في شيء وقفنا، في شيء ما عم بخلينا يكون في إذا بدك جسر من التواصل بيننا وبينهم. طيب في شغلي اليوم معلي فرح بدي أوقف عندها. فضلي. رح أخذ الشباب يلي بيكونوا أول ما مخلصين الجامعة. يس. وبدون يروحوا يقدموا على وظائف وبتعرفي بينعمل انترفيو. هلأ هون مش الكل عنده السكيلز انه هو يقدر يحكي، يعني يعرف يحكي. يعني بتعرفي بيكونوا طالعين من بيئه، رايحين على بيئه جديده مختلفه، يعني بيكونوا اصلا مرعوبين. نعم. فهول اذا بدك هالفئه المعينه من الاشخاص انا كثير بحب ركز عليها لنقول لها كيف عن جد تقدر تروح هي ومرتاحه ويكون عندها هالثقه يلي انت عم تعطيها اياها. هيدي اكيد 100%. كثير حلو سؤالك ومهم. هاي الفئه العمريه كثير مهمه. نحن اليوم نعرف انه ضروري
من الطفولة، من هن وصغار الأولاد يكونوا الأهل شاغلين على ثقتهم بنفسهم، يكونوا الأهل شاغلين أنه يقطعوا لهم المساجات بطريقة انديركت، كيف بدهم يكونوا، كيف بدهم يتصرفوا، كيف بدهم يحكوا. هيدا شيء كتير حلو، هيدا علم بحد ذاته، وصدقيني أنه يوازي أهميته أهمية الجامعات، يعني أهمية العلوم والعلم بالجامعة طبعا. توازي هيدا السكيلز أو المهارات بلس أنه بيقدروا خلال دراستهم بالجامعة. اليوم كتير صرنا عم نشهد عدد ما تستهيني فيه من العالم عم تلجأ لنا لتكون عم تعمل هيدي التدريبات والترينينج، لأنه صاروا بيعرفوا أنه الشهادة الأكاديمية لوحدها لا تكفي. أكيد، وأصلا بيشوفوا على السوشيال ميديا وبيشوفوا قدي أنتوا واقفين إلى جانبهم وقادرين أنكم أنتوا تساعدون بهيدا المشوار. بس أنا بس رح أختم هيدي الفئة العمرية وإني أقول بتمنى على كل الشرك ما تجي تقلن أنه بس أنتوا ما عندكم خبرة، ما أنتوا عارفينهم خاصين جامعة هلأ، يعني على الأكيد ما عندهم خبرة. فهيدي الجملة بتعرفي أنه كتير بتحطم ناس، أكيد كتير بتزعج، بس هون أنا لا ما بدو ياخدها الواحد شخصية. لهيك ضروري خلال دراسته الجامعية يعمل ستاجات لما يقولوا له أنت ما عندك خبرة، ويعمل هيدي التدريبات المختلفة يلي بتخليه يعرف يرد ويعرف يكون عنده ثقة بذاته، يعرف حتى كيف لما يفوت على انترفيو عمل جديد يعطي انطباع جيد ولطيف وشخصية كاريزماتية. أوكي. فرح، هل في خليني أقول مهنة معينة بتتطلب محاورين أسكية، بتتطلب أشخاص بيعرفوا يحكوا، بتتطلب أشخاص بيعرفوا يختاروا كلماتهم؟ يعني مثلا أنا رح أقلك شغلة، الحكيم أنا بلاقي يمكن أكتر شخص لازم يكون بيعرف كيف يحكي مع المرضى، يكون عنده ذكاء عاطفي. لكن أنا يعني بقول لك كل العالم ضروري تكون عندها فن الرد وفن الحوار. يعني أوقات في أشخاص بتقول لك أنا ما لح أحتاجه، غلط، لأنه نحن اليوم محتاجين مع أهل بيتنا، مع أولادنا، مع أهلنا، مع كل العالم، نحن محتاجين نعرف نحكي، لأنه الكلمة إلى وقع كتير كبير، لازم في قصص قبل ما أحكي مع العالم، خاصة لأول مرة أو تاني لقاء. كتير ضروري يكون أنا عم فكر قبل ما أحكي، يعني العقل، شغل عقلنا ونقيس قديها الكلمة حيكون إلى وقع على مشاعر العالم، لأنه أوقات كلمة مثل ما بيقولوا بتوصلك لأعلى درجة. صحيح. وممكن كلمة تدمر كل شيء، فكتير ضروري هيدا الذكاء الاجتماعي العاطفي. تاني شيء ضروري كتير قلتي ذكاء اجتماعي عاطفي، يعني اليوم أنا ما فيي أفصل القلب عن العقل؟ أكيد لا، يعني أنا لما بدي روح بدي يكون حاضرة ذهنيا، وبدي يكون خليني أعطي first impression تكون كتير واو عني بطريقة اختيار كلماتي، بدي أفصل القلب عن العقل؟ هن كلهم مجموعة ما فينا نفصلهم. هو إجمالا الذكاء الاجتماعي والعاطفي ينبع من العقل ومن العاطفة. يعني بدنا نجرب نعمل alignment أو تناغم وتوازن بين العاطفة وبين المشاعر والعقل والأفكار والحدس حتى. لما نعرف نوصل لها المرحلة بالمبدأ رح نكون ناجحين، لأنه النجاح هو أني أنا أعرف قيمة حالي. أوكي. أنا أعرف أنا شو بستحق. يعني أنا فتت على عمل أنا أقول أوكي قبلوني كتير منيح، ما قبلوني بيكون خير لإلي، ما بدي أتضايق، بدي يكون عندي هيدي المونتاليتي، ويا ريت هيدي نزرعها بأولادنا. صحيح، بس توصلي لها بدك كتير وقت، وانت بتعرفي هيك فرح. صح. يعني بدك نضج، يمكن بدك تاكلي كف واثنين وثلاثة لتوصلي تقولي انه انا ما بقى تفرق معي. صح 100%، وبده يكون في حوار دائم مع الولاد من قبل الأهل، يعني دائما الأم والبي طبعا بدون يحسسون أنه أنت فشلت، ما بيأثر، هيدا منه فشل، كلنا منوقع بس منرجع منوقف على إجرينا. مش أنه للأسف أنا بشوف أهل إذا جاب الولد علامة واطية بيصيروا يقارنوه، يقولوا له كلمات كتير مش حلوة بتأثر جدا بشخصيته. لا، أنا مثلا بقول لهم لأولادي أوكي أنت بتقدر تعملي أحسن، والعلامة ما بتقيمك، انت قيمتك مش بالعلامة، انا بهمني شوفها مبسوطة سعيدة عم تعرف المهارات بالحياة. هيدي هي. لا انا ضحكت لانه انا ما عندي اياها هيدي. انا بيجي ابني مثلا شو ما كانت العلامة، عرفتي شو 10 12 3، بيجي لعندي بيقول لي اوكي انا مش اخذ منيح، مش عامل علامة منيحة، بس ما بهمني بس هو ما بهمني ومعليك كتير منيحة، انا مش حاولتها بحياتي، بس يقول هيك بضحك انا خلص. أكيد. بالنسبة لي قطعت يعني، بس انه حتى الولد هو يعني بيكون هالقد متشرب قصص من البيت من العيلة. أكيد. يعني بيعرف انه ما رح تفرق كتير
معنى العلامه صح. فهو بيوصل دغري لحاله اوكي مش هذا بقوي بقوي شخصيه الطفل ايه تخيلي ولد يكون خايف ما هيك هيك يعني لشو بده يكون رايع على البيت يفرج العلامه لاهله وهو خايف وشو هالعلاقه اللي عم نبنيها نحن وياه لا بده يروح ويكون بس بينقهر اذا ما جاب علامه هو لحاله بينقهر ايه ساعتها بيتعلم ومرته الثانيه بيجيب علامات احسن بس مش انه انتهت الدنيا هيدا بيعلم الاشخاص ما كله مترابط ببعضه بيعلم الاولاد على كبر كيف بدهم يكونوا عندهم شخصيه قويه ويتقبلوا الفشل والنجاح لا وعلى فكره اليوم فرح عن جد هيدا الجيل كثير اوعى منا بحس يعني لانه جيل السوشيال ميديا السوشيال ميديا اوقات مثلا بقول له شي كلمه بتزعجه بقول لي مام يو نو بصير يخبرني كوت عرفتي بيعطيني كوت انه لا انت هون ما ايه بيبرهنك وبيعطيك طلع بقول انه لا انه هالقد في وقائع بيجيب لي اياها بقول انا خلص اوكي معك حق انت بتربح يعني هالقد صرنا بدنا نروح بالحوار ما بقى في شيء اسمه فرض على الاولاد ما بقى في يعني ما شاء الله جيل شايف حاله علينا من لما خلق يعني اصلا غلط الفرض بده يكون في حوار لا كل شيء بنعمله انا دائما بقولها كل شيء بنعمله غصب عننا او في حوار على دورنا اي حوار انه عن جد كثير تطورت وتغيرت الايام مزبوط يعني مزبوط. فعلا اليوم بحس انه صارت الحياه اسهل بالتعاطي مع الاولاد لانه هن منفتحين اكثر لانه هن صاروا مضطرين نفهم عليهم اكثر لازم نحن نكون دائما كاهل اب تو ديت اكثر عم نلحق كل شيء جديد عم نغير ما بدنا نضل بالكومفورت زون ودائما يعني غرقانين بنفس المحل لا بدنا نلحق التطور يعني من هون كمان انا بقدر اقول انه انه نعرف نحكي والكلمات اللي نختارها يمكن هي عن خبره بتصير بعدين صح. وبنتعلم شو هي الاشياء اللي انا ما في احكيها او ما في اتطرق لها او ما في هذا هو صحيح 100% يعني في قصص اساسيه مثل ما قلنا اولا بدي افكر بعقلي قبل ما اكون عم بحكي لانه في اشخاص بتحكي بعدين بتقولي انا قلت شيء غلط ثاني شغله كثير مهمه انه اكون عم بترك الاخر يحكي يعني خليه هيدا الشيء بخليه يرتاح خاصة بأول لقاءات بصير ألقط شو اهتماماته شو رغباته شو بيحب شو ما بيحب بصير بقدر افتح معه حوارات بأشياء أنا فهمتها منه عبر أني أقرأ ما بين السطور تالت شغلة لو هو كان حدا كتير توكتف معلي اتقبل هيدا الشيء ما بدي أنه ضل وقفه أو ضل والأهم كمان أنه كون لما يكون شخص بده يفوت على مجتمع جديد ما بيعرف إذا بيفهموا لغات أجنبية أو هو بيشتغل طبيب معالج نفسي اللي بدك ما يستعمل عبارات خاصة بالجارجون أو بالمجال المهني يعني إذا أنا هلأ بدي أجي أقول CBT وBPD وSocial Anxiety وإلى آخره يمكن في أشخاص تنفر لأنه ما عم تعرف هيدي الكلمات التقنية يلي هي خاصة بمجالي حتى بالمجالات الأخرى هيدا الشيء بينفر الناس منا وبيخلي فجوة إذا بدك في فجوة أكبر بيننا وبين الآخرين في تقنية كتير بتقرب الناس اللي هي ستوري تيلينج يعني نكون عم نخبر قصة صارت معنا هيدي كتير بتجذب الناس والناس دايما بتحب تسمع قصص صحيح طبعا إلى تكنيك وإلى طريقة بتحسسهم أنه أنت عم تكوني قريبة منهم عم تخبري عن شيء أنت عشتي صحيح وبالتالي عم بيكون التواصل أسهل صح وفي أمور ما لازم نجيب سيرتها أبدا خاصة بأول لقاء كتير غلط نحكي عنها مثل مثلا أي موضوع فيه جدال سياسي جدال ديني ممنوع نسأل عن صراحة كتير محلو نكون عم نسأل عن الراتب عن الفالور تبع الأشياء مثلا ساعتك حلوة بقدي أخذ مش حلو يعني بعد أول مرة حتى في ناس بتضايق لو قد ما كانت مدى القرابة نحكي مثلا بالراتب قد ايه راتبك هيدا شيء كتير شخصي طبعا وكمان نحن بنعلمهم شو بدهم يردوا بس يسألون حتى مثلا ما حلو نحكي بالوضع العائلي مع أشخاص نحن ما بنعرفهم مثلا وين مدامتك طب ما يمكن يكون هلأ هو بعده منفصل جديد أو عندك أولاد يمكن يكون مثلا عم ندقر له شيء ليه ضعفين ليه ضعيف عم جرب مرقهم بسرعة ليه عم تشرب القهوة بلا سكر طب ما يمكن يكون عنده ظرف صحي يعمل أسوسيشن لموضوع الضعف مع هالظرف الصحي طبعاً. اللي بعده قاطع طبعاً. فيه فدايما بدنا ننتبه في مواضيع ما بدنا دغري ندقر الشخص فيها لأنه بتعمله نفور شكرا كثير لك فرح شكرا على المعلومات القيمة دايما اللي بنخدها منك أهلا وسهلا فيك وبتمنى لك نهار حلو ميرسي. أهلا وسهلا